هايدي حميد، اهلا بيك يا دكتور هايدي. اهلا بيك دكتور محمد. موضوع طب اسنان الاطفال لسه في كلام كتير جدا جدا عايزين نقوله، فالناس جالنا اسئله كتير جدا وبنتسال اسئله كتير جدا في المركز، عايزين نعرف ردها منك بما انك انت اهل التخصص. يعني دايما بيجي لنا اسئله غريبه، تمام، او مش مكرره. الام مثلا بتيجي من كتر خوفها على ابنها مولوده، فحضرتك تقول لها الطفل ده محتاج حشو عصب، هو اصلا في حشو عصب للاطفال مثلا؟ ده السؤال ده على طول بنتساله. دي حقيقة. في حشو عصب اطفال. بيختلف ايه عن الكبار؟ ان احنا في الماده النهائيه اللي احنا بنقفل بيها العصب، تمام، ان هو الضرس بيتاكل علشان الضرس دايما اللي تحتيه يطلع. صح. فهي دي الماده اللي انا بحطها يحصل لها ريزوربشن او بتتاكل مع تاكل السنه عشان السنه دايما تبقى جاهزه وتطلع. يبقى اذا هو حشو الاسنان العصب للاطفال والكبار. تمام. الاطفال بيختلف عن الكبار بس في الماده النهائيه، انما نفس الخطوات نفس هي الخطوات بالظبط. يعني بيتم برضو تنظيف الجذور من كل الانسجه العصبيه بالزبط. بيتم تطهير الضرس، بيتم تعقيمه كويس جدا جدا، وفي الاخر بنحط الماده اللي بنحشي بيها او بنملى بيها الفراغ اللي داخل الجذر القنوات نفسه. بتاعه العصب دي حقيقه. تمام. انما الاخر احنا عايزين ماده تدوب عشان خاطر الضرس وهو طالع يبدا يطلع في وقته الطبيعي. بالزبط. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي احنا بنسالها، طيب هو عمل حشو عصب، طب الضرس الدايم هيطلع في ميعاده عادي ولا العصب بتاع الضرس المحشي بما ان هو ضرس لبني ده هيأثر على العصب بتاع السن الدايم؟ السؤال ده بيجي كتير جدا برضو الامهات بتساله، هو عصب السنه اللبنيه ليه دعوه او متصل بعصب السنه الدايمه؟ لا، ده ربنا خلق ده منفصل عن ده، زي الجنين اللي بيتولد بكل حاجه جديده، هي برضو السنه الدايمه بتطلع بكل حاجه لوحدها. انا لو ما عملتش حشو عصب للسنه دي وسبتها مسوسه او كل شويه يطلع فيها خروج، هتاثر على السنه الجديده وهي طالعه، هتطلع فيها ديفكت، هتطلع مثلا فيها حاجه اسمها تيرنر توث او شكلها مش مظبوط، وكمان اول ما بتطلع بتتفرفت. فعشان كده السنه لازم مهم ان انا احشيها او اعالجها. لو خلاص السنه مفقود فيها الامل هنضطر نخلع بس نركب بدلها حافظ مكان. طيب يعني دلوقتي الاسنان اللبنيه مهمه جدا. ايوه، عشان تحافظ مكان للسنه دايما ما تيجي تطلع. تمام جدا. الحاجه الثانيه برضو الناس مش مدركاها، طب ما السنه اللبنيه كده كده هتتخلع، ايه اللي يخليني اروح اعمل لها حشو عصب؟ ايه اللي يخليني اعالجها؟ ايه اللي يخليني اعمل فيها ده كله؟ في الاخر هي كده كده هتتخلع. فاهميه السنه دي بالنسبه لي ان هي بتحفظ مكان للسنه دايما عشان تطلع في مكانها، فنتلافى بعد كده مشاكل التقويم، السنه دي ما تلاقيش مكان ليها تطلع. تمام. في القرش بتاع الطفل، فايه ما تطلع من الجنب هنا، ايه ما تطلع جوه ناحيه اللسان، فليه انا عرض الطفل لكل ده وهي حاجه بسيطه ان انا ممكن اركب حافظ مكان علشان امنع الضروس اللي جنبها ان هي تاخد مكان السن. جدا. يعني ممكن في جلسه واحده الطفل يخلع ويركب حافظ المكان. ناس كتير جدا ما تعرفش ان ثلاث ارباع مشاكل التقويم بسبب حركه الاسنان ممكن تجنبها او ممكن ان هي تبقى مشكلة أبسط بكتير جدا لو الأسنان في مكانها مظبوط، لو اتخلعت في وقتها مظبوط. عشان كده لازم دكتورة الأطفال أو دكتور الأطفال يبقى عنده شوية دراية بتقويم، لازم يبقى عارف بالظبط إمتى السن دي تغير، لازم يعرف من الأشعة السن دي لازم تتخلع يا جماعة عشان هتعمل مشكلة بعد كده، السن دي في مكانها لازم يبقى موجود عشان خاطر ما يعمليش مشكلة أكبر وأكبر فالطفل يحتاج تقويم قدام. تمام. فالحاجات دي كلها مهمة جدا، ومهم جدا جدا ان الام تاخدها من حد متخصص في الحتة دي. ليه؟ لان مش دايما بتبقى الدكتور ملم بكل المعلومات دي، في حاجات انا ممكن ما اكونش ملم بيها بس دكتورة تبقى ملمة بيها، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. عشان كده يا جماعة التخصص مهم جدا، هو ده الكونسبت اللي احنا شغالين بيه في المركز عندنا، شغالين كل دكتور بيعمل تخصصه بما يرضي الله باتقان عشان يدي احسن نتيجة في الاخر للمريض بتاعي، وخصوصا لو كان طفل. في حاجة مهمة جدا الناس برضو ما تعرفوش، ان في اسنان دايما
بتطلع عند سن صغير. فعلا في ضرس بيطلع عند سن 6 سنين، اول ضرس دايم اسمه ضرس رقم 6. الامهات بتبقى فاكره ان هو ضرس لبني وعادي هيغير، وايه يعني اما يسوس وعادي هيطلع مكانه. لا، الضرس ده هو مفتاح قفله البق اصلا وعضته، لان الضرس ده لو طلع مش مظبوط او مسوس او اتخلع بيأثر على البق كله، وبنحتاج نعمل تقويم. بإذن ثلاث أرباع مشاكل التقويم بتيجي اصلا من مشكله بدأت في طفل صغير بالزبط. الام مش متابعه مش مهتمه، الدكتور مش فاهم ايه اللي حصل، فده بيخلينا نخش في مشكله كبيره جدا جدا قدام. بالظبط. تمام. الناس ما تعرفوش يا جماعه ان منظمه الصحه العالميه صنفت ان تسوس الاسنان المرض رقم واحد في العالم، وده نتيجه ان الناس ما مش فاهمه ان العادات بتاعه الاكل اتغيرت، العادات بتاعه الطعام اتغيرت، الفاست فودز، السويتس الكتير، كل الكلام ده بيأثر فعلا على صحه الاسنان وخصوصا في الاطفال. معدل تسوس الاطفال بقى رهيب جدا يا دكتور. جدا. بقينا بنشوف اطفال عندهم 6 سنين و5 سنين وجايين يعملوا حشو عصب وكراون عليه. أيوة. ونسبه الكراون بقى والطربوش، هو احنا اصلا الاسنان اللبنيه ينفع يتركب عليها كراون؟ ينفع يتركب عليها طربوش بس لو في حاله ان هي اتعمل لها عصب، فلازم اول ما الضرس يتعمل له عصب ان انا اركب عليه طربوش عشان احافظ عليه. طب هل الطربوش ده اما اجي معاد خلاص خلع الضرس جه وقته الحمد لله والشكر ربنا كرمنا ووفقنا وقدرنا نحافظ على الضرس ده لحد ميعاد خلعه بقى الطبيعي اللي هو عند 11 او 12 سنه، طيب هل ساعه الخلع وقت الخلع الطربوش ده بيتخلع مع الضرس؟ بيتخلع كانهم جزء واحد، هو خلاص بقى الضرس، يعني الام بتبقى فاكره ان هو هيقع لوحده او الطربوش هيتخلع لوحده والضرس لوحده، لا اللي ده كانه الضرس خلاص بنخلعه مع الضرس. لا بالعكس، ده هو بيحافظ بيمنع المشاكل بعد كده في المستقبل. تمام. يبقى اذا السيكونس طبيعي لو حصل ان جاي طفل مثلا بيشتكي وخلاص احنا شخصنا ان الضرس ده لازم يتحش حشو عصب، والسن دي لازم تعمل لها حشو عصب او علاج جذور، وقتها الخطوه اللي بعد كده تبقى ان انا اعمل كفر عشان احمي حشو العصب بتاعي واحمي الضرس بتاعي من ان هو يحصل له مشكله كبيره. حشو العصب ده من اكتر اسباب الفيلير فيه او الفشل فيه ان ما يبقاش مقفلين كويس، ما نبقاش مقفلين احكام، فده بيخلي البكتيريا تدخل تاني، لو البكتيريا دخلت تاني يبدا يعمل لي مشكله اكبر، المشكله وقتها ان الضرس بيحصل له ابسس او خراج، بنضطر لعلاجات، بنضطر ان احنا ممكن نوصل للخلع. فعشان كده التطور او السيكونس الطبيعي اللي انا امشي فيه في الحاله ان انا بعالج حشو العصب او بعالج الضرس بحشو عصب او علاج جذور، بعد كده لازم يتركب عليه تاج او طربوش عشان خاطر امنع تسريب اي بكتيريا، وبالتالي اقدر احافظ على الضرس نفسه لحد ما عاد خلعه الطبيعي اللي هو من 11 ل 12 سنه. طب يا دكتور، ناس كتير ما تعرفش اصلا ان الضروس دي المفروض تكمل لحد 11 او 12 سنه. بالظبط. ناس كتير ما تعرفش ان الاسنان اللبنيه دي وقت خلعها كذا، فممكن تعرفينا وقت خلع الضروس امتى، وقت خلع الاسنان امتى، امتى الام تقلق، امتى ما تقلقش ان الطفل غير؟ الاسنان الاماميه هي اللي بتغير عند سن 6 سنين. تمام. فلازم يبقى ده هي عارفه المواعيد التقريبي، بتختلف في اختلافات فرديه من طفل لطفل. تمام. مش لازم يعني بالساعه عند 6 سنين الطفل يبدل، لا. اوكي. في طفل بيتاخر شويه، في طفل ممكن قبل كده، بس ده الرينج بتاعها. بالنسبه للدروس بتبدل من عند سن 11 12 سنه. وايه اخر سن بيبدل في اخر سن بتطلع في بق الطفل بتبدل؟ هو الناب عند سن 13 14 سنه. تمام. الطربيش كمان دلوقتي طب الاسنان اتطور، الطربيش بقى فيها مش معدني بس او ستانلس ستيل. تمام. لا، في الطربوش الزركونيا بيبقى بلون السنان، في حشوات ملونه للاطفال. كنت اسالك على القصه دي عشان نحبب الاطفال في في الحاجات دي. يعني انا كان عندي بنوته رافضه تماما ان هي تقعد، اول ما قلت لها اعمل لك حشوه لونها بينك انبسطت جدا وتصورنا بالذات. بالظبط. بقت فرحانه جدا بالحشو. انا لسه كنت اسالك على الكراونز او الطربوش او التاج ده. تمام. ناس كتير او اطفال بتجيني سوري كل بقها فضي، كل بقها اصفر. تمام. فهل في حل تاني؟ ده ناس كتير جدا مش مقبول ان يبقى طفل مثلا والضرس موجود وعليه تاج او طربوش. تمام. ولونه فضي. تمام. ساعات الطفل ما بيبقاش متقبل ده نفسيا ولا بالظبط. هل في حل تاني؟ التنمر بقى فظيع في المدرسه طبعا، انت عارفه الاطفال. تمام. فهل في حل تاني للحل ده؟ في ان احنا نعمل الطربوش الزركونيا، ده بيبقى بلون السنان ومتقبل للطفل، وخصوصا البنات اللي بيهتموا بشكلهم فهم بيحبوا الحاجات دي. يعني هل ممكن الطفل يدخل ضرس فيه مشكله كبيره محتاج حشو عصب محتاج اجراء معين ويطلع كانه زي الطبيعي بالظبط؟ بالظبط، ولا كان باين عمل حاجه. طب ده حلو جدا. جدا. الموضوع ده يا جماعه بيأثر على صحه الطفل النفسيه جدا، يعني دايما الاطفال في الحضانه في المدرسه تبر في المجتمع في النادي بيقابلوا اطفال زيهم، ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده في حاجه فضي في اسنانك؟ ده في حاجه ذهبي في اسنانك؟ فكره ان يبقى احنا عندنا ماتيريال بتديه نفس نتيجه السنه الطبيعيه في وقت قصير جدا، ده مهم جدا جدا للطفل، ناهيك بقى عن اصلا ان انت تبقى خلصت من وجع هو بيبقى لا يحتمل للكبار، فما بالك للاطفال. تمام. حاجه اخيره دكتور برضو الناس لازم تعرفها، ازاي اصلا الام تهتم بغسيل اسنان الطفل؟
غسيل الاسنان للطفل بيبتدي من اول ما السنه تطلع عنده، الام تحط على صباعها شاشه مبلوله وتبدا تنظف الاسنان، لان طول الليل الطفل بيرضع ففي طبقه بتتكون على الاسنان اسمها سمير لير. الطبقه دي طول ما هي موجوده البكتيريا بتفضل شغاله وتفرز الاحماض بتاعتها، وبالتالي السنه دي بتبدا فيها التسوس. من اول ما الطفل بقى اسنانه كلها تنتظم خلاص بنجيب الفرشه والمعجون بتاعها المناسب للسن ليها. في معاجين في السوق موجوده من 0 ل 2 ومن 3 ل 5 على حسب كل سن طفل اجيب المعجون المناسب لي. ومش معنى ان انا عالجت اسنان الطفل وبياكل سويتس كتيره او ان هو ما بيغسلش اسنانه ان انا كده خلاص اديت وجبي، لا لازم اهتم بتغذيه الطفل واقلل الحلويات على قد ما اقدر. نغسل اسناننا على الاقل مرتين في اليوم بلاش ثلاث مرات. نعمل الجلسات الفلورايد الوقائيه علشان نحافظ على اسنان الطفل اللي احنا حتى حشيناها او الطفل حتى اسنانه سليمه. تمام جدا. حاجه مهمه جدا جدا الام بتبقى مش واخده بالها منها، هنكلمكم عليها الفترة الجاية أو الحلقات الجاية إن شاء الله بإذن الله، وهي إيه تأثير الرضاعة أو تأثير حتى الببرونة على الطفل اللي يرضع طول الليل، وإزاي أتجنب المشاكل اللي ممكن تعملها حاجة شبه كده. كنا سعداء بيكي جدا يا دكتورة هايدي في حلقة النهاردة. بنوعدك بحلقة تانية لازم نتكلم فيها أكثر عن طب أسنان الأطفال. شكرا ليكم كلكم، ونوعدكم بحلقات تانية من برنامجكم قعدة الدكاترة.